أعلن محمد تبارك السلاوي ووالده يعلن عن موعد خطوبته. شاهدوا المزيد من التفاصيل. لانا محمد المعروفة من أكثر اليوتيوبرز جرأة وأيضا لانا من أكثر اليوتيوبرز ترند في هذه الفترة، قامت مباشرة بعد نشر السلاوي لأغنيته الجديدة لما تكوني بنشر ستوري تهنئه بالأغنية الجديدة، والبعض اعتبر هذه الحركة من لانا محمد تستفز بها قمر الطائي التي اختفت عن السوشيال ميديا ولم تبارك للسلاوي بأغنيته الجديدة. وأيضا من جهة أخرى والد السلاوي حدد موعد لزفافه. أترككم مع الستوريات ولا تنسوا تشتركوا بالقناة. حاليا يا جماعة عم ابو حسام بقنا ابو حسام يخطب زي عامر، خلينا نشوف الاحداث. متى يا عمي؟ متى امانة الله هسه ركز معي. والله هاي اللي عروسة جاهزة عند ابو جاب هاي اللي هو لا يا اخوان انا سمعت وانا مالك من هون بتقول له بنوخ آدم بنت بس الخطبة باليمين ولا بالشمال؟ يا عمي انا شمال بس باليمين وبالشمال.